جزرنا سيطرة السد باتجاه مدينة الموصل، وأيضا استمعنا إلى إعجاز من الأخ آمر السيطرة، وأيضا دققنا السيطرة وإجراءات اللي موجودة بالسيطرة. دائما احنا هدفنا الأساسي أن تكون هاي السيطرات هي صمام الأمان لمحافظة نينوى أولا، وثانيا نأكد على حسن التعامل وخدمة المواطنين وعدم تأخيرهم داخل السيطرة، مع التأكيد على إجراءات التفتيش بشكل دقيق من قبل عناصر السيطرة. السيطرة موجود بها كل المتواجدين، كل العناصر المطلوبة، وده يجري العمل بها بشكل جيد. موجود أيضا بها إن شاء الله عجلة السونار متوفرة بها، واستمعنا أيضا إلى الأخ سيطرة إلى المعاضل اللي خاصة بالسيطرة، وما هناك معاضل يعني كبيرة تحتاج، الأمور كلها ضمن المعالجة. ووجهنا بعض التوجيهات اللي تخدم عمل السيطرة وتساعد الإخوان في السيطرة في تنفيذ واجباتهم، وأيضا تساعد في سرعة التفتيش ودقة التفتيش بالسيطرة. إن شاء الله كل أجهزتكم الأمنية من قطاعات شرطة حشد جيش أجهزة أمنية، الكل هم يقظين وقامين بواجباتهم. هدفهم الأساسي أن تنعم هذه المحافظة بالأمن والاستقرار إن شاء الله. تحياتنا لكل مقاتلين الأبطال من كل الأجهزة الأمنية اللي متواجدين من أجل حماية المواطن والحفاظ على حياته وتأمين الأمن والاستقرار لهذه المحافظة.